الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ أوسي أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. أخبارك إيه؟ الحمد لله منورنا. ربنا يخليك، ده نورك. عايز أبتدي بس باعتبارات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل على الموقع الخاص به وعن طريق الفيديو كمان، اعتبارات بتخص مواعيد المباريات يتم مراعاة الاعتبارات والإصرارات الآتية، يعني أكثر من اعتبار، حوالي أربع اعتبارات: اعتبارات الفار واعتبارات أمنية وملاعب واعتبارات الأجندة الدولية. هي كلها مرتبطة بالفار تقريبا يعني، وكده يعني خلاص داخلين على الفار، ربنا يسهل ويطبق بإذن الله. الدور الثاني اعتبارات الفار مثلا يا أستاذ أوسي، زي ما حضرتك شايف كده، ألا تقام أكثر من أربع مباريات في نفس اليوم لإتاحة الفرصة لتطبيق تقنية الفار في جميع المباريات. تمام، يعني يعني الفار مش هيقدر يغطي اكتر اربع ماتشات في اليوم الواحد. يبقى خلاص بقى حته ان ممكن يقام ست مباريات، خمس مباريات، سبع مباريات او ثمان مباريات كحد اقصى، مستحيل. خلاص اربع مباريات فقط عشان القدرات التقنيه اللي محتاجها الفار. تمام، مش هتغطي اكتر من اربع مباريات في اليوم الواحد. بالظبط. الا تقام مباراه في استاد اسوان ومباراه في استاد خالد بشاره في نفس اليوم، هو استاد الجونه ده طبعا، يعني لان دول اكيد في متخصص عربيه واحده للمنطقه الجنوبيه، لمنطقه الصعيد اللي هتحرك ما بين الجونه في البحر الاحمر وما بين اسوان، وبالتالي فيها العربيه ما فيش ماتشين يتلعبوا يا اما في اسوان يا اما في الجونه، ما ينفعش الاثنين في يوم واحد. في بقى الاعتبارات الامنيه اللي بتتمثل في ايه؟ الا تقام ثلاث مباريات في القاهره في نفس اليوم، الا يلعب الاهلي والزمالك في القاهره في نفس اليوم. تمام، دي برضو من ضمن الاعتبارات الامنيه، يعني عشان فرقتين كبار. الا تقام مباراتان في الاسكندريه في نفس اليوم ايضا، دي من ضمن الاعتبارات الامنيه. ده على اعتبار ممكن تبقى في عربيه واحده موجوده في اسكندريه فتتحرك فتقدر تغطيها يعني. وفي ايضا اعتبارات خاصه بالملاعب بتتمثل في ان الا تقام اي مباراه لفريق المقاولون العرب او مصر المقاصه على استاد المقاولون في نفس اليوم، لانهما يتشاركان نفس الملعب، وذلك الاستبدال. بالظبط، لان في فرق بتلعب على نفس الملعب، في في ملعب بيلعب عليه اكثر من فريق زي ملعب المقاولين مثلا، عليه ملعب المقاصه والمقاولين، فبالتالي يتم تحديد مواعيد مختلفه مؤكد، ده ما واخد في الاعتبار. بخلاف طبعا بقى الارتباطات القاريه والاجنده الدوليه واللي هي ان تمنح الفرق المشاركه عربيا وافريقيا اربعه ايام من المباراه للمباراه في حاله اللعب خارج جمهوريه مصر العربيه، وثلاثه ايام من المباراه للمباراه في حاله اللعب داخل جمهوريه مصر العربيه، وده تم الاعلان عنه من ده قديم. الا تقام مباريات في الفترات المحدده للمنتخبات الوطنيه من 23 مارس الى 31 مارس، ده امر مفروغ منه طبعا. لماذا تم تقديم مباراه الجيش وانبي لتلعب 5 مارس وقبل انطلاق الدور الثاني؟ ده سؤال مهم ده يا استاذ اوسي، ليه بقى؟ بالظبط، هم مجاوبين اهو تحتيه، لان قال لك النادي انبي مباراه مؤجله مع النادي الاهلي من الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز، حيث اجلت نظرا لتحديد الاتحاد الافريقي مباراه الاهلي والنجم الساحلي قبل 24 ساعه من موعد لقاء الاهلي وانبي، ونظرا لان جميع الفرق ستلعب ثلاث مباريات في الفتره من 9 الى 22 مارس، ونظرا للقرعه التي أسفرت عن مباراة لنادي إنبي مع بيراميدز في الأسبوع الأول من الدور الثاني، وبالنظر للاعتبارات المذكورة سلفا تم تقديم مباراة الجيش وإنبي 5 مارس بدلا من أن يلعب 11 14 17 20 مارس، حيث تقام مباراتين في القاهرة بتاريخ 21 مارس. يعني التوضيحات كلها مهمة في الحقيقة، وده أمر يعني أمر إيجابي. يعني في سؤال آخر أيضا هم يعني جاوبوا عليه، قال لك لماذا لم يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري؟ ليه بقى؟ الجدول المعلن يقوم بتغطية الفترة حتى 1 ابريل 2020، حيث ان موقف الأندية المشاركة افريقيا من الوصول للنصف النهائي سيتحدد بتاريخ 8 مارس 2020، سيتم اعلان جدول شهر ابريل بموعد اقصاه 15 مارس 2020، يعني عشان طبعا الأندية اللي بتشارك في البطولات الافريقية المختلفة لسه مش عارفين موقفهم من تأهل للأدوار الأخرى المقبلة، فبناء على التأهل ده هيتم تحديد كل هذه الأمور. تعليق عشان شهر بشهر برضه. شهر بشهر. يعني شهر بيكمل شهر بيكمل شهر. ليه انا ما حددتش يعني كل هذه الامور؟ يعني ما انا ما يعني عارف حاجه متحدده بغض النظر عن الفريق ان اللي هيوصلوا للنصف النهائي او لا، يعني فدي الامور واضحه يعني. عايز المفروض يبقى عندك بدائل ثانيه، لكن المفروض يبقى عندك الجدول ثابت ومحدد ومعروف وواضح جدا. يا كده يا كده بعرف ان انا هقعد ان انا لو كسبوا هعمل جدول كذا، لو خسروا هعمل جدول كذا، طبعا حاجات غريبه. انا شايف ان زي ما في كل دول العالم ان الجدول بيبقى معلن وبيبقى معمول وبيبقى محطوط وموضوع، سعدت اهلا وسهلا، ما سعدتش برضه عادي جدا، امور عاديه يعني. طيب انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل مع استاذ محمد الأوسي، استنوا.
من الخميس لخميس قمه الاحداث الملتهبه في الرياضه المصريه. فانا في الحقيقه كده يعني بحب اتناول اهم احداث الاسبوع دايما مع نهايه الاسبوع مع الاستاذ الكبير استاذ محمد الاوسي. فخلينا نبتدي بمباراه السوبر اللي كانت يوم الخميس الماضي يا استاذ اوسي، والاحداث اللي حصلت بعد هذه المباراه، ورايك ايه؟ انت كنت موجود في الملعب وشفت كل حاجه بعينيك يعني. يعني يمكن الامور كانت ماشيه بشكل جيد، المباراه منظمه بشكل رائع، استقبال هايل من الاشقاء في الامارات. دايما يعني في حفاوه كبيره جدا من المصريين بتواجدهم هناك وترحيب كبير جدا تمام، لدرجه ان خلاص يعني بقى استاد محمد بن زايد او استاد هزاع كانهم استاد القاهره يعني بالنسبه للمصريين والجماهير المصريه. بتبقى عامل حاله كبيره جدا، احتفاليه ضخمه جدا او بمثابه عيد بالنسبه للمصريين، عمليه فرح، عمليه جميله، عمليه محترمه. وكل المناسبات اللي اقيمت قبل كده الحقيقه الحمد لله حققت نجاحات كبيره جدا يعني، والامور كانت ماشيه بشكل جيد وشكل منظم لغايه المباراه. والمباراه اتلعبت، المباراه ما فيهاش اي حاجه خالص، الاهلي مسيطر تماما على المباراه، وكان بامكانه ان يخلص الماتش ده بهدف واثنين وثلاثه واربعه كمان لو امكن يعني بالزبط. سير المباراه كان بيقول كده، زي كان كل هدفه ان يطلع بالمباراه اللي بره الامام من اول دقيقه، بيلعب للهدف ده انه يلعب ضربه جزاء، يوصل لركلات الجزاء او ركلات الترجيح من نقطه الجزاء او يطلع باقل الخسائر، او حتى لو خسر في ركلات الترجيح تبقى الامور افضل كتير بالنسبه له من ان الاهلي يفوز بنتيجه كبيره. يعني الاهلي يعني سوء حظ كبير، عدم توفيق، تسرع من اللعيبه لا يكاد الاسباب، وصلت المباراه للدقيقه 90 وحصل ما حصل. هذه الركلات يمكن اي الحظ ايا كان ممكن يبقى معاك ممكن ما يبقاش معاك، ركله تضيع ركله تضيع، في النهايه لم يوفق الاهلي وخد الزمالك البطوله والف مبروك وانتهت القصه والبتاع. لكن ما حدث بقى بعد اخر ركله جزاء طبعا يعني الفتره اللي نزل فيها كهربا يعني تشعر ان هناك كان في نوع من التربص بيه من ده بكهربا كانت واضحه، كانت واضحه قوي خصوصا من حازم امام. يعني من اول ما نزل كهربا هو واضح ومبات النيه، التدخل بعنف وتدخل قوي، حتى اللقطه المعروفه اللي هو بيرمي الاوت زقه ما فيهاش حاجه خالص، واحد بيرمي الاوت انت رايح له ليه؟ مالك ومالك عليه باتنين، المفروض فيها كارت احمر على طول يعني. بعد كده شتايم والفاظ خارجه وحاجات من هذا القبيل من بعض اللاعبين، كل ده تم غض الطرف عنه، وصل الامر استفزازات كتيره، هو اعتدى بالضرب على لاعب الزمالك، خد كارت احمر وطلع وخد عقوبته وخلصت القصه يعني. وبعد كده ازمه شيكابالا مع الجمهور وعبد الله جمعه نفس الكلام، عبد الله جمعه مكرره لان من الماتش اللي فات من بعد ماتش الترجي هو بيستفز الجماهير، دي جزئيه لازم يا جماعه برضو نفكر الناس بيها. يعني اللي ابتدى استفزاز واللي ابتدى المشاكل دي كلها هو لاعب نادي الزمالك باستفزازه جمهور الاهلي بعد بطوله هو حققها على حساب الترجي في بطوله وخايف يعني ان الاهلي مش دعوه يعني. بالعكس على فكره الواحد يعني كان يعني كان بيتمنى ان الزمالك يكسب البطوله، لان كون انك انت تكسر شوكه فرقه زي الترجي او الفرقه التونسيه ما تخلاش تعلى عليك وعلى الكره المصريه بشكل عام يعني. يعني الاهلي والزمالك في ضد بعض وانت تمنى ده يكسب او ده يكسب طبعًا. لكن لما يلعبوا مع فريق من خارج مصر اكيد كلنا بنبقى سبورت ليهم وداعمين ليهم ونتمنى لهم الفوز يعني. فانت كسبت بطوله وبشكل هايل وعامل ماتش كبير، ما تركز في احتفالك في فرحك في نتيجتك في ادائك، ليه تدخل النادي الاهلي طرف في الموضوع؟ بالظبط. وتم استكمال هذا المسلسل في المباراة الثانية يعني، وكان الاهلي البطولة دي السوبر الافريقي الاهلي واخده 6 مرات. نفس الحال بالنسبة للسوبر المصري، السوبر المصري الاهلي واخده 11 مرة مقابل 4 مرات للزمالك بالمرة الأخيرة. صح. يعني كانت 11-3 بقت 11-4 يعني. من تقريبا من 16 أو 17 سوبر كله على مدار التاريخ المصري. فلما تحصل عملية استفزازات وتلاحم مع الجماهير المفروض يبقى اللاعب جوه الملعب يعني مختلف تماما عن الجماهير، معروف ان الجماهير بتخرج عن النص احيانا، لكن اللاعب المفروض يكون عنده التزام، عنده في قيم وفي تقاليد بتحكمه، في مبادئ، وخصوصا لما نكون خارج ارض مصر. طبعا. المفروض بنقدم صوره مختلفه، صوره بالزبط. نموذجيه، صوره فيها ادبيات واخلاقيات، في دوله زي الامارات عندهم الالتزامات السلوكيه دي مهمه جدا يعني، واعتقد ان احنا برضو المفروض تبقى عندنا الحاجات دي وتبقى موجوده عندنا يعني. حصل خروج عن النص ووصل الامر واشتباكات وبتاع، مشهد لا يليق ولم نكن على الاطلاق نتمنى ان نصل لهذا المشهد. سؤالي يا استاذ اوسي، ايه الدافع اللي يخلي لعيب او اتنين من الزمالك يخرجوا عن النص بعد فوزهم بلقب واحتفالهم بفوز ببطوله؟ ليه مثلا انت بدل ما تحتفل مع جمهورك رايح للجمهور الفريق المنافس؟ ايه السبب، ايه الدافع اللي يخليهم يعملوا كده؟ ما دي حاجه غريبه بالنسبه لي. انا بس شايفها دي يعني حركات صبيانيه صبيانيه، غياب روح رياضيه،
غياب ثقافه الفوز والمكتب والهزيمه وكده يعني. طبعًا. اصل انت لما تكسب العمليه مش مكايده للطرف الاخر، ولما تخسر مش مطلوب ان الطرف الاخر يعني يجي يعني يضايقك انا خطران اللي خطران حاجه خلاص خليه فيها، وانت احتفل بنفسك وافرح واعمل، والتاني بيقف على جنبه والامور تهدى. وعمان يعني حتى بعد ركله الجزاء جمهور الاهلي خلاص طلع من الملعب، خلاص القصه انتهت بالنسبه له وانتهت القصه، فما كانش المفروض يبقى فيه داعي لمضايقات او محاوله اظهار انك انت كسبت او ما كسبتش، ما انت طول الماتش في الملعب مفروم يعني. يعني الماتش كان يعني وان سايد جيم، انت تقريبا محمد الشناوي ما فيش فرصه عليه طول الماتش يعني. هل هو ما كانوش مستوعبين امكانيه الفوز والتغلب على الاهلي مثلا؟ ده يعني كانت الفرحه طاغيه، فرحه كبيره، لان هما لم يكونوا يتوقعوا اللي ان هما ياخدوا الكاس دي من النادي الاهلي. كانت كل الاتجاهات والاحتمالات حتى بعد فوزهم على الترجي وهو فريق كبير ومن الفرق العريقه طبعا وحامل البطوله الافريقيه الاخيره واللي قبلها، فوز بنتيجه ثقيله وعمل الحقيقه زيك ماتش كبير جدا قدام الترجي يعني، وكسبان 3 كان ممكن يبقى فيه مزيد يعني. لكن قدام الاهلي كانوا يعني كان واضح ان في يعني خوف كتير جدا من النادي الاهلي، وده كان واضح حتى اثناء الماتش يعني. فلما فاز بالكاس كان في فرحه هستيريه جدا في المدرجات عند الجماهير عند المسؤولين. اللعيبه يعني المفروض يكون عندهم انضباط او اتزان انفعالي في الموضوعات دي او انضباط سلوكي طيب يعني. انا هسالك، لكن حصلت تجاوزات الحقيقه. هسالك سؤال صريح شويه يا استاذ اوس، يعني مثلا دلوقتي عبد الله جمعه جاب الركله الاخيره وراح لجمهور الاهلي، لو حضرتك مكان لعيبه النادي الاهلي في المشهد ده في الوقت ده هتعمل ايه؟ هو الحقيقه المفروض انا اجيب الركله دي واروح لجمهور الزمالك، ده المفروض ما حصلش بقى، المفروض ما حصلش، المفروض ما حصل عكس يعني انا كلاعب في النادي الاهلي وبغير على جمهوري وعلى حاجه استفزازات، ما بقولش ان انا اروح اضرب على فكره، يعني مش هقول لك انا هروح اضربه، لا طبعا روح ابعده بعد اذنك، روح احتفل مع جمهورك انت، او هتخلي الجمهور يتطاول عليك بالظبط، تجيب مثلا نفسك الشتائم والكلام من ده، لا يعني طبعا المفروض ان ده ما يحصلش، ده ما بيحصلش حاجه في الدنيا ان انا بكسب واروح للجمهور الفريق المنافس باللي انا كسبانه، طب انا رايح له ليه؟ بالظبط يعني اروح اخد كاس واروح احتفل مع جمهوري وافتكر بتاعه، ده بالعكس الجمهور التاني لما يلاقيك عامل كده ممكن يحييك ويسقفلك طبعا، ودي الثقافه اللي احنا نفسنا فيها بصراحه، وهو يحييك ويسقفلك وتبقى الامور عاديه جدا يعني. لكن هذه الخروقات وهذه الخروجات عن النص وهذه التجاوزات هي اللي عملت الدوشه اللي حصلت في الملعب دي. طبعا كان في فعل وفي رد فعل أكيد. وفي تجاوزات من هنا وفي تجاوزات من هنا وحصلت الصدمات بتاعت، لكن كانت الصدمه الاكبر بالنسبه لي انا شخصيا في العقوبات اللي حصلت بقى، وده اللي حصل بعد المباراه، عقوبات لجنه الانضباط رايك فيها ايه؟ عقوبات لجنه الانضباط والاخلاق، واخد بالك؟ انا متوقع ان الامور يعني كان يتم الضرب بيد من حديد على التجاوزات اللي حصلت، وكل طالب بص يا سيدي اي حد اتجوز من الاهلي يتعاقب، اي حد اتجوز من الزمالك يتعاقب، من اخطا فلا بد ان يعاقب، ويعاقب عقوبه قاسيه وعقوبه رادعه تمنع ان حد يعمل نفس الفعل ده تاني، خصوصا لما تكون بره بلدك يعني. بالظبط. كهربا عمل دخل في صدمات مع اللعيبه وطرد من المباراه، نال عقوبه مباشره في الملعب بعد المباراه ماشي ده. وكان من المحتمل انك ممكن تزود له العقابه ثانيه وتوقف مرتين او ثلاثه ايا كان او اربعه زي ما تشوف، حلو حلو ماشي، ده اللي كان متوقع يعني. تمام. لكن اللاعب الذي ارتكب سلوك مشين وسلوك خارج عن الاخلاقيات، يعني كل دوله الامارات كانت تتحدث عن هذه اللقطه تحديدا، العالم كله مش امارات ما بقول لك يعني. يعني انا بقول لك انا كنت في المشهد هناك، كان المشهد وحش الحقيقه جدا، وحش قوي يعني، ان هو ما اعتادوش ان حد ممكن يعمل تصرف زي كده. فمن اتى بهذا السلوك المشين تفاجئ بيه ان بيعاقب عقوبه متواضعه جدا، تمام ماتشات، حاجه غريبه يعني. انا مش انت 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 وقفت كهربا لنهايه الموسم وهو خد كارت احمر وكتير كنت ممكن توقف ماتشين او ثلاثه، واللي ارتكب سلوك مشين ومهين في نفس الوقت ومسيء ياخد 8 مباريات، كان مفترض مش نهايه الموسم، كان مفترض سنه. وانا لو لاعب من الاهلي عمل ده يقف سنه، اي حد يعمل اي حد يعمل الحركه دي يتوقف سنه على الاقل، او حتى هيبطل كوره، او لو حتى هيتشتم، لان ما ينفعش السلوكيات دي. على فكره السلوكيات دي عدم العقوبه ليها هو هيرجع يعملها تاني، هيخليها تبعد، وهتتزرع هتتزرع في نفوس اجيال وعيال صغيره تاني، قال شافوها تاني، اولاد صغيرين طالعين، شباب ناشئين شايفين عادي ممكن يعمل السلوك ده وما فيش مشكله. تمام. والمؤكد ان شيكابالا وصل الى هذه المرحله نتيجه عدم وجود عقوبات رادعه ليه من ساعه ما كان لاعب ومن ساعه ما كان ناشئ، لان ما فيش عقوبات رادعه. اتحداك ان اي لاعب في اوروبا يقدر يعمل حركه مثلا زي كده، لان عارف نهايته فين. ممكن البعض يقول لك رونالدو عملها وسيميوني عملها قبل كده في ماتش اتلتيكو، لكن دايما الثقافات بتبقى مختلفه، العقوبات واللوائح ثقافتنا
مختلفه تماما يعني. لكن في هناك سلوكيات ما حدش يجرؤ ان هو يعمل، ولو عملها تتقطع رقبته فيه، واخد بالك؟ فطبعا يعني كان اتفاجئت بالعقوبات يا استاذ. اتفاجئت طبعا بالعقوبات، يعني مش شايف ان العقوبات رادعه على الاطلاق. طب هل اللي عاقب ده، هل اللي عاقب ده كان تفكيره ايه يا استاذ قوس؟ يعني خلينا نفكر مع بعض كده بصوت عالي. انا دلوقتي جاي اعاقب لعيبه، شفت المشهد في الملعب عامل ازاي، شفت مين اتصرف تصرف كذا ومين اتصرف تصرف كذا، اللي يخليني ادي شيكابالا عقوبه 8 مباريات بس، ايه؟ هل هو موضوع انتماء يا استاذ قوسي، ولا ما حدش فكر في صوره مصر قدام العالم كله بعد اللي عمله لاعب نادي الزمالك؟ هو ده اللي انت بتقول، ما حدش فكر في صوره مصر. اه وما حدش عايز يحمي الصوره دي، وما حدش عايز يرجع الصوره دي. انا لو عايز اعمل ده ادي عقوبات قاسيه وادي عقوبات مشدده، حتى لو يعني امتحان اللائحه بتقول وللجنه حق توقيع عقوبات اضافيه لو عايز. انت ما استغلتش ده، انت اديته الحد الادنى بمنتهى البراءه والمجامله والطبطبه. بتطبطب على سلوك سيء ليه يعني؟ يعني بجد يعني الحقيقه انا حزين جدا ومحبط جدا من هذا التصرف، وما كنتش اتمنى ان الامور تبقى كده، لان كان واضح فيها ان فيها يعني هقول لك نوع من المجامله الصريحه. يعني انا مش عايز اواجه اي اتهامات اللي موجودين في اللجنه، بس هي واضحه يا استاذ قوسي بصراحه. لكن الطبطبه يعني، ما هو رئيس الاتحاد كان بياخده في حضنه بعد الماتش. ما دي برضو جزئيه يعني، اللقطه موجوده دي، دي موجوده يعني. رئيس الاتحاد بعد هو اللي عمل، رئيس الاتحاد كان بيحتفل بيه بعد الماتش يعني. مش عايزين نخش في الموضوع ده عشان احنا في قناه الاهلي، مش عايزين ده، كان دي وقائع حصلت واحنا بنتكلم فيها. الامور دي مش وقائع حصلت وهي حقوق النادي الاهلي. بص بص بص، نتيجه عدم توقيع عقوبات رادعه بعد اللي حصل ده، شفنا اللي حصل في ماتش الزمالك، ماتش الاهلي والزمالك. ما احنا جايين له، احنا جايين له. يعني ده طبيعي، ده الطبيعي اللي احنا وصلنا له في ماتش الاهلي والزمالك اللي كان يوم الاثنين. والمشهد الهذا اللي احنا امتداد طبيعي للي حصل. ده امتداد طبيعي للي حصل، لان لو كان في عقوبات مشدده وفي ناس بتحكم بيد من حديد موجوده، ما كانش هيوصلوا لده. وبرده استمرت سلسله العقوبات برده. بس انا عايز اسالك سؤال يا استاذ قوسي، هل العقوبات الضعيفه دي بالتحديد على اللي ارتكب السلوك المشين، مش خلت فيه كلام اكتر في كل الصحف العالميه بخصوص ان اللاعب اللي ارتكب سلوك مشين بقى عقوبته 8 مباريات بس؟ فانت بدل ما انت تحاول تجمل الصوره وتقول ان احنا يا جماعه بنعاقب جامد جدا، لا، ده انت خليت الحديث اكبر عن المنظر والمشهد اللي احنا شفناه. طبعا طبعا طبعا، صوره مسيئه جدا لمصر. صوره مسيئه جدا في الوطن العربي، وفي الصحف الاجنبيه اتكلمت عليها بشكل قبل اهلي وزمالك احنا غيرانين على اسم مصر. طبعًا، طبعا مصر قبل الاهلي والزمالك اكيد، ده مؤكد، ده مؤكد. ولما نكون بنلعب احنا بنعبر عن مصر، يعني في الدنيا هناك بيلعبوا مش اهلي وزمالك، هناك بيلعبوا مصر. احنا بالنسبه لنا كمصريين اهلي وزمالك، لكن بالنسبه للدنيا كلها ماتش مصر، زي ما تلاقوا السوبر الاسباني بيتلعب هناك، برشلونه وريال مدريد بيلعبوا وفي الاخر ضربوا بعض وكسروا الدنيا وبهدلوا الدنيا والدنيا خلصت وروحوا والامور عاديه جدا، وتم مجامله دفع عقوبات وتم تخفيف عقوبات هذا وتم تخفيفها. والاذى ان العقوبات دي هتخفف ثاني مستقبلا، هتخفف يعني، لان انا لم نعتد من لجنه الانضباط ان هي تاخد عقوبه وتلتزم بيها، ولو عقوبه تستمر اسبوع بعدها ب 48 ساعه تقول نظرا للطلب اللي قدمه مش عارف مين تم الاكتفاء بما سبق من عقوبه وتم تخفيف الثلاث مباريات الى مباراه. طب احنا إيه عندنا كمان وقائع مماثله يا استاذ اوسي، يعني مثلا كابتن سمير كمونه قبل كده توقف سنه من 2000 في 2001 ماتش الاهلي والمحله في نهائي كاس مصر. كابتن ابراهيم حسن في سنه من السنين مش عارف فاكر 97 تقريبا على ما اتذكر، فالعقوبات يعني كان 6 شهور كابتن ابراهيم حسن. ايه الفرق الكبير ده رغم ان السلوك ده اشد بكتير من اللي حصل من يعني سمير؟ يعني اللي كان بيعمل اشاره باليد كان بياخد فيها سنه. يعني واحد عمل هذه الاشاره اللي فيها يعني هي بطلت كابتن سمير كان واحد عايز مش عارف يقول فيها لفظ معين. ما اقدرش اقول لفظ كده، لكن كان لفظ يعني كان مشهد مشين الحقيقه. ومشهد ما ينفعش يعني يطبق، ولا هو مشهد غير مقبول من اي لاعب ايا كان. اكيد، واي لاعب يعمل كده يبقى خارج عن النص. فده كان لازم يكون ليه موقف رادع، ما اتعملش موقف رادع، عادي جدا هتشوف مواقف ثانيه مشابهه قريبا يعني. تعليقك على رئيس الاتحاد المصري لكره القدم اثناء توزيع الجوائز يا استاذ قوسي بعد السوبر؟ بص خلينا نتكلم بصراحه، يعني نتكلم بصراحه لان الجزئيه دي مهمه جدا والناس كلها بتتكلم فيها وحاجه واضحه وضوح الشمس. رايك ايه؟ لا لا، الطبيعي طبعا ان انا لما البس عباءه اتحاد الكره المصري فبخلع كل العباءات اللي موجوده. كويس، انا مش بقول له انزع قلبك من داخلك. لا، من حقك انك انت منتمي للنادي الزمالك عادي جدا، مفيش مشكله. وكثير من الاهلاويه مسكوا اتحاد الكره، وزير الرياضه راجل معروف بانتمائه للنادي الزمالك، لكن راجل معروف باحترامه وتقديره ولتقدير كل الاطراف كبير. يعني ودايما بيبقى في منتصف يعني. فانت رئيس اتحاد الكوره مش معقوله وانت معروف بانتمائك
الزملكاوي انك انت بتروح داخل وتحتفل مع اللعيبه وتاخد بالاحضان، الكلام ده ما ينفعش. ده كان ينتقد عليه حضرتك مش 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 مشجع دلوقتي ولا خارج مقعد، حضرتك بتدير الكره المصريه. فلما تعمل ده سواء مع الاهلي ومع الزمالك، وبقول لك حتى لو كان نجم اهلاوي بيدير اتحاد الكره، لا اقبل منه ان بعد ما الاهلي والزمالك يخش يحتفل مع لعيبه الاهلي بالفوز ايا كان. يعني الكلام ده مرفوض تماما، ما ينفعش. فده تصرف غير الانتماء مش عيب، كلنا بننتمي، كل واحد بينتمي للنادي اللي هو عايزه، لكن لما تبقى في موقع مسؤوليه يا استاذ وسيم لازم ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. فهذا طبعا تصرف يعني يدين رئيس اتحاد الكوره، المفروض كان يقدر يتحكم في انفعالاته قبل كده. فانت يعني الرجل ما بيتحكمش في انفعالاته بالشكل ده، طب ما احنا ده شككنا في حاجات كتيره جدا. حقيقه يعني شككنا في حاجات، في قرارات، في طبطبه، في انفعالات، في هدوء، حاجات كتيره جدا. فطبعا المشهد الواحد ما كانش يتمنى يشوفه رئيس اتحاد الكوره في مصر. نروح للمشهد اللي بعده، المشاهد كانت كتير الاسبوع ده في الحقيقه. لا ما هو عندك من الخميس لخميس ده يعني تقدر تقول ايه بقى، قمه المهزله للاسف، للاسف الشديد، من القمه التي كانت في ابو ظبي الى القمه التي كان من المفترض ان تكون في استاد القاهره ولم تلعب. رايك ايه بقى فيما حدث في يوم الاثنين؟ طبعا رايي ان دي يعني هقول لك قمه المهزله وقمه الهروب وقمه العار وقمه الالم. ولكل واحده من دول ليها تصنيف. قمه المهزله ان المشهد الذي حصل لم يكن يليق ابدا بالكره المصريه ولم يكن يليق ابدا بمصر. يعني الفريق الذي كان اكثر اعتراضا بعد نهايه ماتش السوبر اللي كان في الامارات كان النادي الاهلي. الفريق اللي قدم مذكره احتجاج على العقوبات اللي جت من هناك وغير قابل بيها واللي تضرر منها بشكل واضح النادي الاهلي. النادي الاهلي ايقاف كهرباء بلا مبرر لمده نهايه الموسم، وايقاف جونيور اجاييه، وايقاف ياسر ابراهيم لماتشين بعد المباراه. بعيد عن الغرامات الثانيه يعني. والفريق اللي كان اقل معنويا قبل المباراه والفريق الخاسر والفريق الاقل معنويا يعني. فالطبيعي جدا ان اللي يهرب من المواجهه هو النادي الاهلي. اللي يقول انا مش هلعب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي زي ما الزمالك عنده ماتش الترجي، الاهلي عنده ماتش سان داونز. زي ما الزمالك كان بيلعب في الامارات، الاهلي كان بيلعب في الامارات. الظروف متساويه ومتماثله تماما. الزمالك لم يكن له اي مبرر على الاطلاق ان يترك المشهد الهزل اللي يقدم المشهد الهزل اللي احنا شفناه. الزمالك لم يكن عنده اي مبرر ان ينسحب، ان يهرب، ان يعمل التمثيليه دي اللي حصلت بشكل غريب جدا. وبعد كده يقول لك هيقدموا محضر في الشرطه وهيقدموا للفيفا. المشهد مصر كلها شايفاه ومصر كلها عارفاه، والحمد لله يعني التسريبات اللي طلعت من رجال المرور اللي كانت موجوده بتؤكد ان كان هناك تعمد بشكل واضح لعدم الذهاب الى ارض الملعب. بدليل طب ما هو يعني رئيس نادي الزمالك قبل المباراه مرارا وتكرارا ان هو مش هيلعب الماتش. بس خلاص واضحه ماشي واضحه جدا، وده مسجل وموجود ومحفوظ. يعني هو عنده يعني لو هو ما قالش الكلام ده اصلا كان يبقى ظرف قهري، لكن ده انا بقول ان انا مش هلعب الماتش. لو السما انطبط على الارض قمه التحدي وبينفذ التحدي بتاعه. اللي عندك الاتوبيس وهو رايح بدل ما يمشي على كوبري اكتوبر بينزل في رمسيس وشارع رمسيس ده، بيقف في البنزينه يحط بنزين. اتوبيس 2019 بيتم فتح الكبود ويقول لك اصلاحه. اللعيبه المفروض كانوا عايزين يخشوا الحمامات، فسواء الاتوبيس وطلع امبارح وكشف حقائق مهمه جدا، قال لك فتح لهم الحمام اللي في الاتوبيس، اضطروا ان ينزلوا الحمام اللي في البنزينه، وبينزلوا يشتروا ميه، وبينزلوا يشتروا شيبسي. فطبعا كلها حاجات كان هدفها التعطيل، وكان ماشيين على سرعه 40 كيلو والدنيا هاديه وفاضيه ما فيش مشكله. كل عناصر اللعبه وصلت الى الملعب استاد القاهره الا اتوبيس نادي الزمالك. النادي الاهلي وصل قبلها بوقت كافي، الحكام وصلوا، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وصلوا، الصحفيين، الاعلاميين، التلفزيون، الاعلانات، بتوع البث، بتوع الاستاد القاهره، كل حاجه، كل الاطراف المعنيه بالمباراه اللي هي دول وصلت الى الملعب الا اتوبيس نادي الزمالك. اذا كان هناك تعمد واضح وبشكل مخطط له. مخطط ليه؟ مخطط ليه طبعا. لانه كان في اكتر من مخطط. فطبعا لما لقوا الاجواء والبتاع قال لك نعمل الفيلم ده ونعمل التمثيليه دي علشان نقدر نمثل. فطبعا لكن في النهايه هم طبعا عارفين قوة النادي الاهلي، خايفين من مواجهة النادي الاهلي، وده شيء عار انك انت تخاف من مواجهة، يعني خصوصا مواجهة اسم كبير يعني. زي اسم الزمالك، اسم الزمالك كبير جدا يعني. نادي الزمالك له احترامه وتقديرنا وفوق راسنا يا جماعة، طبعا 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 على اسم الزمالك، ولا نمس الزمالك بشيء. نادي الزمالك جمهوره مسؤوليه كلهم لهم منا كل الاحترام والتقدير. لكن ما حدث لا يمس الزمالك فقط، ده بيمس مصر كلها. صح، ده شيء مهم، لان الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك ده يعني موروث ثقافي مصري طبعا. يعني احنا بنقعد ننتظر ماتش الاهلي والزمالك ده مرتين في السنه، كلنا بننتظر. فعلا فعلا، لما بتجرى القرعه يا استاذ امير، القرعه بتاعت الدوري، اول حاجه حتى تلاقي الجرايد كلها تكتلك ماتش الاهلي والزمالك يوم كذا، ماتش الاهلي والزمالك الثاني يوم كذا. صح، كله بيتكلم عن الزمالك. اشقاء في الدول العربيه كلهم كانوا منتظرين، اقسم لك بالله جات لي تليفونات واتصالات من ناس من توانسه ومن مغاربه وناس في الامارات
لدرجه ان صاحب كبير في جريده الاتحاد كتب مقال عن هذا. عرضتها امبارح، عرضتها امبارح ممتازه وشفتها يعني، ان انا كنت قاعد ومنتظر الماتش وجاي اتفرج عليه واشوفه، لكن اللي حصل ده لا يناسب مصر ولا يناسب صوره مصر. ان اولاد مصر بيهينوا الشكل المصري. طب مين اللي بيهين؟ هو النادي الاهلي اللي راح الملعب، ولا الفريق اللي هرب من المواجهه، ولا اللي ما راح، ولا الفريق اللي انسحب بلا مبرر؟ ما هو المبرر اللي خلى النادي الزمالك ما يروحش المباراه؟ اتحدى حتى مسؤول النادي الزمالك نفسه مش هيلاقي اي مبرر يعني. عشان يقول لك انا عندي ماتش، انت كل الموضوع عندك مش عايز تخسر من النادي الاهلي، عايز تعمل هذا المنظر السيء اللي مصر بتعمله، عايز تصدر هذا المشهد، تحتفظ بنشوه الانتصار. نشوه الانتصار ايه ده؟ كده انت مسحت نشوه الانتصار. طبعا طبعا ده انت لو لعبت قدام الاهلي وخسرت كان أحسن. ارحم بالعكس، الناس كلها كان بيقول لك ايه، عادي جدا احنا ممكن نخسر الماتش الجاي لانك خدت من الاهلي بطوله واخد من الترجي بطوله، وارد جدا انك تخسر قدام الاهلي ماتش في الدوري. لكن ان يخرج المشهد الهزلي بهذه الصوره وبهذا الشكل، فهذا امر طبعا غير مقبول، امر مرفوض، امر سيء جدا. انا قلت لك قمه المهزله، قمه العار، قمه الهروب، قمه الالم، لان هذا المشهد سبب لنا كلنا كمصريين الام طبعا. الاهلاويه على فكره والزملكاويه معهم وقبلهم كانوا بيتألموا من المشهد أكيد. ده اكيد كتير جدا من الزملكاويه كانوا بيصرخوا وعيطوا، ليه نهرب من المواجهه؟ ليه ننسحب؟ يعني انت حتى ما رحتش الملعب وحصلت مشكله وفي مبرر وانسحبت، ما فيش سبب قهري منعك من انك تذهب، لا ده انت خططت ودبرت وقدرت ونفذت. بدليل ان الاتوبيس وصل رمسيس رجع بسرعه البرق لنادي الزمالك. الله، طب ما هو اللي حصل يعني، واخد بالك؟ فطبعا كلنا تألمنا من هذا المشهد، كلنا حزنا على هذه الصوره. لو ممكن حد يقول لك ايه، يقول لك اصل الاهلي مش عكس اتجاه، هو الاهلي بيمشي عكس اتجاه، ما هو معاه الامن ماشي معاه، كل اتوبيس معاه، لذلك ما هو اتوبيس الزمالك كان معاه حاجات طبيعيه جدا في العالم كله بتحصل يعني، ده طبيعي. لا يعني يعني هو بيقول له امشي كده بيمشي كده، زي ما يمشي وعادي، يفضله طريق معين ويقفله علشان يعديه عشان يوصله الملعب، اجراءات امنيه طبيعيه يعني، ما فيش مشكله يعني في الموضوع. فطبعا يعني مشهد يعني مسيء جدا للكره المصريه يعني، بحق حتى يعني الصحافه الانجليزيه اتكلمت عن هذا المشهد بالظبط، عن هذا المشهد السيء، ان فرقه ما تذهبش الى ارض الملعب بلا اي مبرر وبلا اي داعي. فطبعا يعني مشهد، وكنت انتظر عقوبات وما زلت بنتظر عقوبات تانية اشد لان القانون او اللائحه بتقول ان من تسبب في هذا يعاقب، لكن هل عقب من تسبب في هذا؟ لم تحصل. احنا شفنا العقوبه 3 نقاط و3 نقاط، هل ده كافي؟ لا انا ممكن نظري مش كافي طبعا، مش كافي على الاطلاق. ده بقت سهله جدا ان اي حد ممكن ما يروحش ماتش ويبوظ الدنيا. هل ده تعويض عن صوره مصر او صوره الرياضه المصريه تحديدا؟ لا ده ليس كافي، ده المفروض يبقى فيها مذبحه عقوبات. لكن اللي حصل ده طبعا لا هي عقوبه برضو محبطه زي العقوبات اللي كانت قبل كده يعني. وطول بص يعني ما دامت العقوبات ضعيفه وليست رادعه، يبقى اي حد يقدر يعمل اللي هو عايزه يعني. ودايما هو الشعار اللي موجود، من امن العقوبه اساء الادب. للاسف بس ده المشهد نفسه بتاع يوم الاثنين ده يا استاذ اوسي، لو احنا ما كناش عشناه وحد جه حكى لنا عنه مش هنصدقه، مش هنصدق اللي حصل ده. اتوبيس ومش اتوبيس وكلام من ده يعني. مشهد في كل الاحوال نتمنى ان المشاهد دي ما تتكررش تاني في الكره المصريه، لان احنا بيهمنا في الاول وفي الاخر صوره الرياضه المصريه بشكل عام وصوره الكره المصريه بشكل خاص، لان ده يعني اللعبه الشعبيه الاولى في مصر والعالم كله، كله بيتابع اللي بيحصل في دوله كبيره زي مصر تحديدا من الجانب الرياضي يعني. لكن كل دي كانت احداث حصلت على مدار الاسبوع الماضي، لكن الاهم اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي يا استاذ اوسي، ومباراه يوم السبت امام صن داونز، كيف ترى هذه المباراه؟ يعني عايز اوصل المشهد ده بالمشهد ده استكمالا للمشهد بعد اللي حصل، ان الاهلي خرج من هذه المهزله بالمكاسب. طبعا يعني الاهلي خرج بمكاسب عظيمه من هذه المهزله. صح صح، بس مكاسب هو ما كانش، هو كان يتمنى ان يكسب الماتش يعني. لكن انا انت حطيتني في الماتش ده، انت اديتني انتصار بهدفين من غير ملعب، ده مكسب كبير للنادي الاهلي، خدت 3 نقاط، ريحتني قبل مباراه صن، ريحت لعيبه بتاعتي قبل صن داونز، اديت تدريب على استاد القاهره جميل جدا في اجواء يعني كانت ممتازه، لكن اتدربت هناك وبقى دي ميزه بالنسبه لي. وصلت الانتصار رقم 16، وصلت الانتصار 16، عندي 48 نقطه تقترب من بطوله الدوري. طبعا يعني فالاهلي حقق مكاسب كبيره جدا. الاهلي معنويا دلوقتي بقى الفريق اللي بيحترم اللوائح، بيحترم النظم، بيحترم الدوله، بيحترم الكيان، بيحترم جدول الدوري، ما عندوش اي مشكله خالص حتى لو كان مضغوط، لان الاهلي عنده نفس الظروف اللي عند نادي الزمالك. الاهلي بيؤكد ان هو منظومه، بيؤكد ان عنده قيمه وعنده مبادئه وعنده التزاماته، بالرغم من اعتراضه واحتجاجه على العقوبات اللي وقعها اتحاد الكوره، لكن الاهلي ما قالش ان انا هنسحب، وقالش ان انا مش هلعب يعني. فدي مكاسب كبيره خد داخل بيها النادي الاهلي على مباراه صن داونز ان شاء الله، اللي هتتلعب في 6 مساء من يوم السبت المقبل ان شاء الله تكون مباراه يعني مسهله للمباراه اللي بعدها باذن الله. انا شايف ان المباراه ليست سهله طبعا، مؤكد المباراه صعبه، انك بتتكلم مع فريق كبير، فريق مهم، فريق
يعني تقدر تقول ان هو يعني قدر يكسب جوله معنويه عليك في البطوله السابقه، كانت في نفس الدور تقريبا في الدور ده بالماتش اللي حصل طبعا في جنوب افريقيا. كان ماتش خيالي، ماتش ما يحصلش، ما اعتقدش الماتش لو اتعاد مليون مره ممكن يتكرر او النادي الاهلي يتعرض لهذا المشهد. اعتقد ان النادي الاهلي بيستعد بقوه لهذه المباراه، بيحترم المنافس بقوه، المنافس قوي، المنافس عنده اصرار، المنافس عنده عزيمه، بيلقى دعم كبير جدا. يعني شوف حتى رئيس اتحاد الكوره النهارده الجنوب افريقي مطلع تصريح يعني بيدي ثقه للاعيبه سان داونز، وبيتكلم عنهم ان هم يعني لعيبه مميزين، عندهم مواهب، عندهم مهارات، وان هم قادرين يعني يخرجوا من جوله الاهلي في القاهره بمكاسب كبيره جدا يعني. فده المفروض اللي يلقاه الاهلي ويلقاه الزمالك في الدعم، يبقى في دعم كبير جدا ليهم يعني. تمام. فاتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه كبيره جدا تسهل مهمته في العوده في جنوب افريقيا، لان هناك الاجواء بتبقى صعبه. وانا الملعب ده قعدت فيه وشفته، ملعب الجمهور حتى قريب من ارضيه الملعب، وبيبقى اجواء الملعب نفسه، لكن اجواء عامه في جنوب افريقيا رائعه في الحقيقه يعني. يعني البلد جميله، لكن اجواء البلد جميله، البلد جميله جدا يعني. لكن بقول لك اجواء الملعب، اجواء الجماهير يعني، هم حتى هم جايين بيعلقوا على ان استاد القاهره مش هيواجهوا كل الحشود الجباره بالزبط. اللي كانوا المفروض يواجهوها، اللي هي قد تصل الى 70 و80 الف يعني. لانهم عرفوا ان في 30 الف بس موجودين في الاستاد، ف 2 الف هيبقوا اقل يعني. يعني مش باينين قوي في الاستاد يعني. كنا نتمنى ان يتم السماح بعدد اكبر من كده، حتى لو 50 الف، بحيث تبقى الاسطوره اكبر بالزبط. لان الاهلي محتاج دعم كبير جدا، محتاج جمهوره اكتر في هذه المباراه. أكيد. لكن طبعا كنا وصلنا ل 30 الف شيء جيد يعني، ان شاء الله. و 30 الف دول يكون كل منهم واحد ب10، يبقوا ما يقرب من 300 الف في الملعب يعني. باذن الله بتأييدهم ومؤازرتهم للاهلي طول الوقت، ان شاء الله يقدروا يعني يكونوا عامل دافع وحافز، ويعني بيحفز اللاعبين وبيخرق طاقتهم عشان يقدروا يحققوا نتيجه طيبه ان شاء الله. وكلنا ثقه في لعيبه الاهلي في المباراه دي باذن الله ان يحققوا نتيجه طيبه باذن الله. اكيد كنت متابع لتدريبات النادي الاهلي على مدار الكام يوم اللي فاتوا تحديدا. عايز اخد تعليقك على مشهد الامس بالتحديد، وحضور الكابتن محمود الخطيب ورسائله للاعبين كانت واضحه جدا في استاد مختار التتش، رايك ايه؟ كالعاده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يعني بيكون دايما في ظهر الفريق، معاهم طبعا مؤيدا ومستندا، لان عارف ان دي مباراه مهمه جدا طبعا. فبيبقى يعني تبقى رساله واضحه للاعبين بانك انت مطلوب منك انك تبذل اقصى جهدك طبعا. انك تؤدي اللي عليك، انك انت يعني ما تستعجلش، انك طول الوقت يبقى عندك الحماس والاصرار والمثابره على تحقيق نتيجه طيبه واحراز اهداف. ده كان مهم جدا ان طبعا يعني راس النادي الاهلي يبقى موجود طبعا. أكيد يعني أكيد. ده دليل على المباراه دي مهمه للنادي الاهلي، مهمه لجمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي مهتم كتير جدا بمواجهه صن داونز. ان شاء الله تكون مباراه كبيره جدا، ومباراه الاهلي برضو رد اعتبار بشكل كبير ان شاء الله في هذه المباراه. رد الاعتبار يا استاذ اوسي بيتمثل في ايه؟ هل بيتمثل في مجرد الانتصار والتاهل في مجموع الماتشين، ولا لازم يتمثل في عدد الاهداف الوافر لتعويض هزيمه الموسم الماضي من وجهه نظرك؟ لا بص، يعني بص كل مباراه له ظروفها كابتن امير. حلو. انا مش هقول للنادي الاهلي ان هم كسبونا مثلا 5 في ان المفروض تكسب 6 ولا 7، طبعا كده مش في كره القدم. حلو. وارد جدا انك تحقق النتيجه دي كويس. على فكره النتيجه دي انت كنت ممكن تعمل نتيجه كبيره جدا في ماتش العوده اللي كان هنا في القاهره، لولا الظروف السيئه اللي كانت في المباراه والحكم اللي موجود اللي هو نفس الحكم اللي هيكون في مباراه العوده. للاسف يعني لا ادري لماذا يعني بكارة جسامة ان هو اللي عمل العوده بين الاهلي وسان داونز في السيزون اللي فات، هو نفسه اللي يعمل نفس المباراه للفريقين في العوده برضه اللي هي المباراه الحاسمه. كان في ركله جزاء للنادي الاهلي ما حسبتش، هدف صحيح للاهلي ما اتحسبش يعني، كل دي كانت فرقت كتير جدا مع النادي الاهلي. اديك بتتكلم في 3 اهداف على الاقل يعني في الشوط الاول، غير الهدف اللي جابه النادي الاهلي يعني. فطبعا حاجات غريبه كانت بتحصل يعني. النتيجه وارد ان هي تحصل من الاهلي، لكن في نفس الوقت لو ما حصلتش انا اعتباري هرده بالتاهل. اعتباري هيرده، هو خرجني من دور الربع النهائي، انا اخرجه ان شاء الله من الدور ده. اما النتيجه الرقميه تحققت انا وسلام، ما تحققتش عادي. انا الهدف الاساسي ان انا اوصل لنصف النهائي، فده الهدف الاساسي ان شاء الله يعني. اجيب جونين هنا واروح اتعادل هناك مثلا، اتعادل هناك مثلا اصعد يعني. المهم اصعد من ديك المباراتين يعني. ده الهدف الاساسي في كل الاحوال، وده المطلوب من لعيبه النادي. لا مش مطلوب اكتر من كده يعني بالزبط. ان انا اتاهل لنصف النهائي، والحاله دي يبقى انا اقصيت الفريق ده اللي هو اقصاني برضه السنه اللي عدت في نفس الدور يعني. وده ان شاء الله هدف الاهلي، لان الهدف
هدف الاهلي حتى يعني ان انا اصل للبطوله دي ان شاء الله اللي غائب عن الاهلي من 2013 باذن الله. باذن الله تعالى. طيب خلينا نقول لحضراتكم ان في هذه اللحظات المؤتمر الصحفي بتاع مستر ريني فايلر في استاد القاهره بيجرى الان. لسه التصريحات ما وصلتلناش، يعني هنعرف لو قبل الحلقه وصل لنا اي حاجه هنعلنه لحضراتكم مباشره. لكن في نفس الوقت يا استاذ اوسي عايز اسالك فنيا شويه بخصوص هذه المباراه، هل تتوقع مفاجات من مستر ريني فايلر؟ في المباراة دي أكيد لها تخطيط خاص، لها ظروف خاصة، لها هدف خاص. الـ طبعا الفرقة تقريبا كلها الحمد لله متواجدة باستثناء رمضان صبحي لغاية دلوقتي، يعني موقفه ما زال معلق بالنسبة كبيرة جدا، ممكن ما يلحقش بالمباراة الله أعلم. لكن عنده كل الأوراق اللي كانت متاحة ليه إن شاء الله يقدر يقدم مباراة كويسة. دايما بيكون عنده مفاجآت، مؤكد ان تفكيره وتخطيطه لهذه المباراه هيكون مختلف عن كل المباريات السابقه، لان المباراه دي انت دخلت بقى كل مباراه من دول فاينل بالنسبه لك، يعني سواء دي اللي في ربع النهائي او اللي في نصف النهائي او في النهائي ان شاء الله، يعني ثلاث مواجهات في ذهاب وعوده ان شاء الله يكونوا حاسمين بالنسبه للنادي الاهلي ويكونوا مختلفين ويقدر النادي الاهلي يحسم البطوله باذن الله. التشكيل اللي بيتمناه استاذ محمد الاوسي، احنا ما نعرفش نتوقع من سيرفاي، لكن انت تتمنى ايه؟ انا يعني مش مدرب يا كابتن امير. لا بس راجل متابع وراجل يعني انت بص عندك التشكيل طبعا اصلي، يعني بنتكلم على تشكيل حاجات خلال محمد الشناوي في حراسه. انا عارف انك ما بتحبش تتكلم في التشكيل، بس انا بحب اسالك في التشكيل. اتفضل. كابتن شناوي في حراسه المرمى تمام، واخد بالك؟ عندك طبعا ياسر ابراهيم متاح له انه يلعب الماتش ده بعد بيتالق في الحقيقه في ماتش، بقول لك يعني عندك ياسر ابراهيم موجود ورام ربيعه ومحمود متولي اي اثنين منهم يعني، لكن في الغالب ربيعه وياسر ابراهيم اللي هيكونوا موجودين. عندك معلول في الطرف ده، وعندك احمد فتحي وهاني، اعتقد ان محمد هاني ممكن اللي يبدا المباراه لان الادوار الهجوميه تكون اكتر. طبعا. عندك السوليه واليو ديانج خلاص دول مقعدين بقوا مثبتين بشكل كبير جدا. عندك بقى الخط اللي مزدحم قدام، صح؟ خط مزدحم قدام. توقعاتك ليه؟ انا اتوقع ان اليو بادجي ممكن يكون ليه دور كبير كاساسي كاساسي واخد بالك. تمام. عندك اللي تتع عندك قفشه تحتيه وعندك حسين الشحات وعندك اجي، يعني ممكن تبقى كده يعني. يعني ده 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 اتمنى ان الدنيا تبقى ممكن تمشي كده، ده الاقرب من وجهه نظرك. طبعا. وعندك طبعا عندك كهربا موجود طبعا، عندك جيرالدو موجود موجود، عندك مروان محسن موجود اكيد، يعني كل في احمد الشيخ في وليد سليمان موجود، وليد سليمان طبعا ده اساسي. انا ما بذكرش وليد سليمان لانه في النهايه بيعتمد على وليد سليمان كمخزون استراتيجي، مش هقول لك وليد سليمان قاعد على الدكه ولا بديل. وليد سليمان بيستخدم كمخزون استراتيجي يقدر ينزل في اي وقت يصنع لك فرق كبير جدا. صح. صح. جدا صح. يعني وكهربا نفس الحكايه يعني، صح واخد بالك؟ يعني ده 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 ايه ده, ده يعني تتمنى انه ممكن يلعب كده يعني، لكن هو اكيد هو الادرى باللعيبه اللي عنده وادرى بقدرات كل اللعيبه وادرى بامكانيات اللعيبه، ممكن يلعب بقى جاي قدامه وينزل جيرالدو مثلا يعني ويقعد بادجي وارد يعني، ففي يعني عنده خيارات كتيره جدا، وكل ما كانت عندك الخيارات كتيره اعتقد انك انت تقدر تختار الانسب، واعتقد ان التدريبات الاخيره اللي اداها الفريق لانه دايما في الغالب بيختار بناء على التدريبات وعلى الاداء وعلى المستوى وعلى الاصرار وعلى اللياقه الفنيه والبدنيه والذهنيه والثبات اللي عند اللعيبه، ده هيكون ليه دور جدا كبير جدا. لكن طبعا معروف ان في عناصر اساسيه بتبقى موجوده. اخيرا وسريعا، رساله للجمهور الاهلي ورساله للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. لعيبه النادي الاهلي دي فرصه كبيره جدا هذه البطوله، ان شاء الله انكم تفرحوا جمهوركم وتسعدوه. مباراه مهمه جدا، مباراه بتحمل شقين، شق رد الاعتبار وشق انك هتوصلك لنصف النهائي، فدول اكيد قدامكم وشايفينهم. ما تتسرعش، ما تكونش متهور، كن مركز في المباراه، كن مركز في هدفك، يكون عندك الاصرار والحماس ولا تسجل حتى اخر دقيقه، الاهلي لا يفقد الامل حتى بعد الدقيقه 90 بالظبط. فده ان شاء الله ننتظر منكم الكثير، وان شاء الله ننتظر منكم جهد كبير، اعملوا اللي عليكم وسيبوا النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى. الجمهور. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ادعموا فريقكم بقوه، خليكم ورا الفريق على مدار المباراه، يعني ما تستعجلوش الفوز، يعني ربنا كرم وجات اجوان مبكرا اهلا وسهلا، اتاخرت بعض الشيء ننتظر يعني تشجيع الفريق وتحميسه والدفع والوقوف وراه والهتافات اللي بتؤدي الى تحريك اللاعبين، ده مهم جدا طوال المباراه، ومؤكد ان وجودكم هيكون فرق كبير جدا مع النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي هو الشريك دايما في الانتصارات. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. استاذ اوسي بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. نورتنا. شكرا. استاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير، كلفنا العزيز.
في حلقة اليوم من كلام في الميديا آخر حلقات هذا الأسبوع. إن شاء الله مش هنكون معاكم يوم السبت لأن المباراة الساعة 6، وبالتالي كلنا هنتابع هذه المباراة وكلنا بإذن الله هنحاول نروح الماتش ده عشان نشجع. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي يوم السبت. يوم الأحد مبارك لبعض مبدئيا قبل مباراة الإياب يوم 7 مارس مع صن داونز في جنوب أفريقيا. إن شاء الله الفريق يكون موفق، كل التوفيق ويفرح كل الأهلاوية بإذن الله. دي كانت حلقتنا، إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله من كلام في ميديا. سلام.